لأن الموهبة وقود الشباب وروح المستقبل، أقيم معرض سوق المواهب بالرياض مبادرة من مركز الملك سلمان للشباب وسكويرز لاستقطاب المهارات المختلفة لتوظيفها في الشركات الصغيرة والمتوسطة بطريقة مبتكرة. كما تكون سوق المواهب من 3 أجزاء أساسية: معرض للمواهب وورش عمل مختلفة ومبادرات مختلفة. سوق المواهب هي واحدة من المبادرات اللي بالشراكة مع مركز الملك سلمان للشباب يقدم مفهوم جديد في كيفية استثمار طاقات الشباب وتقديم الفرص المناسبة لهم وصناعة مستقبلهم وحياتهم الوظيفية. احنا نعرف انه سابقا كان المفهوم التقليدي لمعارض التوظيف كما تسمى انه يقدم شهادته والشركات تقدم فرص وظيفية. في سوق المواهب هو المفهوم مختلف تقريبا بشكل جذري، ان يقدم الشاب موهبته والشركات المنشآت الصغيرة والمتوسطة اللي تعتمد في عملها على الإبداع وعلى التقنية تستثمر هذه المواهب وتستقطبهم، وبالتالي هذا مفهوم جديد لكيفية استثمار طاقات الشباب. احنا عندنا 60 شركة تقريبا، منها 20 شركة اي تي، ويمكن عشان كذا لاحظتها لان معانا شريك او راعي ذهبي حاضنة بادر للتقنية، فكثير من المحتضنين اللي عند بادر كان عندهم فرصة انهم يستقطبون مواهب من خلال هذا السوق. لكن خليني أأكد على شغلة، هم ربما مجالهم تقني لكن الوظائف اللي طارحينها ليست كلها في مجال التقنية، ففي وظائف في خدمة العملاء، في وظائف تسويقية، في وظائف محاسبية وغيرها. فبغض النظر عن مجال الشركة، مجالات الشباب اللي ممكن يشتغلون فيها متنوعة. كما أن أصحاب الشركات والزوار والباحثين عن العمل أبدوا رأيهم وتأييدهم لمثل هذه الأفكار التي تدفع المملكة للتطور والنمو المستمر. في إقبال كبير جدا، خصوصا أن أول يوم أمس كان إقبال جدا كبير من القطاع النساء، يعني بشكل رهيب جدا. يعني أتمنى أنه توفيق الجميع للنساء بالنسبة للشركات على مستوى المملكة كاملة. نقدم وظائف للرجال والنساء. بالنسبة للنساء نقدم اي تي برمجة للاي او اس والاندرويد ومحاسبة على برنامج الساب. بالنسبة للرجال اي تي برضو برمجة ومحاسبة وكذلك تسويق. لقيت في كثير من الشركات الناشئة السعودية وأيضا شركات غير سعودية، شركات أكبر، في مجالات عمل كثيرة أكثر من السابق وأكثر من المعارض السابقة. أيمن الزهراني، الإخبارية، الرياض. المبتعث معاذ نبيل أبو عائشة، 24 عاما، طالب علوم الحاسبات والأنظمة الذكية ومساعد باحث في مركز أبحاث العقل والدماغ، مساعد تقني لقسم جراحة الأعصاب في المستشفى الجامعي بجامعة ويسترن بمدينة انتاريو بكندا حيث يدرس هناك. طبعا بديت مسيرتي في الابتكارات تقريبا من الصف الرابع الابتدائي، والحمد لله مثلت المملكة في أكثر من 36 محفل دولي وعالمي يهتم بمجال الروبوتات يمكن، ومجال اللي هو المساندة الطبية. توجتها في الأخير في مشروع كان مشروع يهمني كثيرا ويعني يمس احنا كشعوب بشكل كبير جدا، هو مساعدة أطفال الحروب، وكان بتصنيع أطراف صناعية تخدم أطفال الحروب بحيث أن يقدرون يحصلون عليها بشكل مجاني. عمل خلال دراسته على مشروع تطوير الأطراف الصناعية باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وإرسالها للأطفال من ضحايا الحروب الذين فقدوا أطرافهم، وذلك عن طريق التعاون مع المؤسسات الخيرية والإنسانية في الأمم المتحدة. الفكرة أنه عندك مصنع صغير، وهذه تقنية الطباعة ثلاثة أبعاد، هو عبارة عن مصنع صغير متوفر بأيدي يعني غالب طبقة المجتمع، يعني يكون موجود عندهم، ما يحتاج يروحون مصنع. لا. ثاني شيء في الرسالة هو بعد الأمير محمد بن سلمان سعود الله يحفظه، هو حمس الشباب عموما في الرؤية الجديدة 2030،
فهذا تطبيق علمي لها. نحن كشعب سعودي نكون مميزين ونساعد أينما كنا، سواء في بلدنا ولا برا بلدنا. معاذ أبو عائشة خريج مدارس الهيئة الملكية بالجبيل، حقق خلال دراسته بها المركز الرابع على مستوى العالم في مسابقة انتل 2008، كما حصل على كأس آسيا للمشاريع العلمية في إيميليست 2010. الأطراف الصناعية بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لأطفال الحروب، حلم يتحقق على يد المبتكر معاذ أبو عائشة. سعيد الشهراني، الإخبارية، الجبال الصناعية. كثر الحديث حول راحات وبئر أبو زيد الهلالي التي تقع في وادي العبلاء التابعة لمحافظة بيشة، والتي تلقى إقبالا لمشاهدتها وتصويرها من قبل زوار ومصطفي المنطقة الجنوبية. من يوم عرفته في الموقع هذا، في الموقع هذا، بس ما كانت عليه الشبوك هذه، كان على حارس من الجماعة محطها يمكن 20 سنة هو حارس عليها. طال عمرك هو الأثار قديم، الأثار هي بجنب أثار قديم، ما سمعت هو على طبيعتها هذه. حيث تعود حقيقتها إلى أنها راحات كبيرة كانت تستخدم في العصور الجاهلية لطحن الحجارة التي كانت تستخرج من جبل العبلاء لاستخراج الذهب. وهذه الرحى الموجودة كانت عبارة عن رحى يطحن فيها المادة الخام لهذا المعدن ويستخلص الذهب بعد ذلك، وهو هذا الجبل العبلاء ومنجم العبلاء يقع في حدود محافظة بيشة التابعة لمنطقة عسير. ويذكر المؤرخون أن نسبة هذه الرحى والبئر لأبو زيد الهلالي يأتي بسبب كبر هذه الرحى والبئر التي لا يستطيع استعمالها إلا الرجال العظام الأشداء. أنا أجزم بأن هذه مقولة يتداولها الناس لعدم قدرتهم على تفسير هذه الظاهرة الموجودة. والرحى ضخمة، رحى ضخمة، وهذه الضخامة تدل على أيضا أنها تطحن الحجارة. وما يدل على حقيقة هذه الرحى والبئر واستخدامها في عملية التعدين هو كثرة وجود الأحجار البيضاء المعروفة بالمرو والمعروفة باسم الكوارتز في هذا الجبل. سعيد المزهر، الإخبارية، الباحة. بدأت أسواق الأحساء تشهد هذه الأيام ومع ارتفاع درجة الحرارة نزول البشائر الأولى لبعض أنواع الرطب الحساوي المميز مثل الطيار والغر، والبشرة هو الاسم العام لأنواع الرطب التي تباع مبكرا. يبدأ من 15/6 ميلادي وينتهي تقريبا في شهر 12 ميلادي، يبدأ بالطيار وينتهي بالخصاب والصبو. حاليا في هذا الوقت يتوفر في الأحساء الشيشي والخلاص والخنيزي. أفضل رطب في الأحساء هو الخلاص وهو ملك التمور. فذلك يعني أنهم سوف يستفيدون ماديا من أسعاره المبكرة، حيث يباع الصندوق الصغير من 15 ريال إلى 30 ريال، ومع الأيام القادمة ونزول الأنواع الأخرى تنخفض أسعار الرطب إلى 10 ريالات وحتى 5 ريالات للأنواع ذات القيمة المتوسطة. الأسعار في أول ما تبشر ذي الصندوق طق لها 300-400 قرة، وبعدين تستوب 25-40-30-10-5 الحين. وما تلبث هذه الأصناف أن تأخذ حظها في التسويق حتى تتراجع بصورة ملحوظة عند نزول أجود أنواع الرطب الخلاص للأسواق. والله الرطب الموسم هذا موسم جيد يعني، وأشوف السوق ما شاء الله عمران بأنواع متنوعة، أشوف الشيشي والخلاص وجميع الأنواع موجودة، بس الآن الخلاص، الآن وقت الخلاص، موسم وقت الخلاص هو أكثر نوع اللي دارج الناس مطلوب عند الجميع. وتشاهد في أسواق الأحساء الرئيسية أعداد كبيرة من المواطنين القادمين من داخل الأحساء وخارجها من بعض مناطق المملكة ودول الخليج
وهم يتسوقون الرطب الحساوي. تصدر الرطب من يروح إلى المنطقة الشرقية كلها، الخبر، الدمام، الظهران، القطيف، يوصل الكويت، دول الخليج، قطريين يوصل الإمارات، يعني الحمد لله كل شيء مال المنطقة الأحساء خيرها متوفر وزايد، والحمد لله ودول الخليج ما مقصر يعني يأخذون ويوصل لهم لا محلهم. وتعتبر أسواق الرطب خاصة هذه الأيام أحد أهم الأسواق التي تجد إقبالاً عليها من مختلف الفئات المترددة على أسواق الأحساء المختلفة. إقبالاً كبير تشهده أسواق التمور الأحساء مع موسم بشائر الرطب. صالح المري، الأخبارية، الأحساء. أهلاً بكم مشاهدين الكرام إلى هذه الفقرة من برنامج إخباريات. يعد مشروب قصب السكر أبرز المشروبات الشعبية في كثير من الدول العربية وكذلك في الأراضي الفلسطينية التي كان اعتمادها في إنتاجه على استيراد أعواد القصب، لكن مع تزايد الطلب عليه عمل المزارعون في قطاع غزة على زراعته حتى بات من المزروعات غير الهامشية. عرفت بلاد الشام بشكل عام وفلسطين بشكل خاص منذ القدم بزراعة الحمضيات بكافة أنواعها، ولأسباب عدة على رأسها ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة ضد المزارعين الفلسطينيين وتجريف أراضيهم الزراعية، تراجعت زراعتها لصالح مزروعات أخرى منها قصب السكر الذي بات الطلب عليه في تزايد مستمر. ونظرا لخصوبة الأرض في قطاع غزة وخبرة المزارعين الطويلة في مجال الزراعة، ساعدت هذه العوامل في نجاح زراعة القصب، بالإضافة إلى توفر مياه الري لحاجة مزروع القصب إليها بشكل كبير. الأرض لأنها أرض طينة، طين فيها يعني شوية يعني رمل وشذيك مخربطة، تربة 100%. القصب بده المية، بدك كل أسبوع تعطيه مية. أعطيته مية كل ما زاد. لما أجي أزرع لازم أتمني ماشي مع القصب عشب تنظيف، لا حد ما يصير لهيك، بنقشر فيه وبننظف فيه وبنسقيه وبنعتني فيه. وتختلف زراعة قصب السكر عن المزروعات الأخرى، حيث تبدأ بغرس عقلة من القصب في الأرض وتركها لفترة وجيزة لتنبت بعد ذلك أعواد القصب شيئا فشيئا. وهنا يبدأ المزارع بتنظيف وتقليم وتقشير هذه الأعواد من العشب والحشرات مع استخدام القليل من السماد الطبيعي. بعدها يقوم المزارع بتربيط أعواد القصب وتثبيتها حفاظاً عليها من الرياح والأمطار. بتنقص من هنا وبتنقص من هنا، ماشي؟ وبتنحط هيك. العين هذه أول سنة جابت يعني زي 20، هذا 25 عود. السنة الثانية في 30، في 40، وش زي هيك. هاي زراعة القصب. تربيط هذا خوف الريح، بكرة الهواء لو أجا مطر أجا هواء إشي زي هيك، لو ما كانش مربط كله بقع، عشان نحن بالربط وش زي هيك. هاي حاطط حديد هنا كمان وش زي هيك، يعني خوف ما يقع. ومن عام إلى آخر تزداد مساحة الأراضي المزروعة بالقصب، حيث بلغت هذا العام 250 دنماً بإنتاج يعادل 1000 طن من القصب، وهذا يعود كما تقول وزارة الزراعة إلى اهتمام المزارعين الكبير بمحصولهم وتطور المعرفة والخبرة لديهم في زراعة القصب. مساحة القصب المزروع في مدينة غزة وكافة أرجاء قطاع غزة بلغت هذا العام حوالي 250 دنم، أي 25 هكتار. الإنتاج بلغ حوالي 1000 طن تقريبا، وهذا الكم الكبير من الإنتاج ربما تفوق على دول الجوار التي تزرع القصب. و
وكما هو معروف فإن أبرز استخدامات قصب السكر على إنتاج مشروب القصب، لكن استخدامه يتعدى ذلك لإنتاج مواد غذائية وصناعية وعضوية. ومؤخرا بات التفكير في قطاع غزة في إنتاج الغاز الحيوي والسماد من المخلفات. حتى الآن يقتصر إنتاج القصب على عصير القصب للشرب في المحلات شتاء وصيفا تقريبا، إلا أنه يستخدم الملاس في العالم لإنتاج مواد غذائية أخرى، يستخدم مواد صناعية وكيميائية أخرى. نحن الآن نفكر في إنتاج الغاز الحيوي وإنتاج الذبال أو الكومبوست من مخلفات عصر القصب. هذه المعصرة تعد من أقدم معاصر القصب في قطاع غزة، والتي تم افتتاحها عام 1967، وبسبب الظروف التي كانت تعيشها المنطقة آنذاك اضطرت العائلة لإغلاقها، لتعود في عام 1996 افتتاحها وتصميمها وفق أحدث المعدات والإمكانات. أخذنا المهنة هذه أو الحرفة هذه عن جدنا في 67 تقريبا، كان لجدي اللي هو محل عصير قصب، يمكن كان أول محل عصير قصب في قطاع غزة، كان اللي هو في الشجاعية تحت عمارة أبو رحمة إذا الكل بيعرفها، عند شارع عمر المختار. ومع المهنة أخذناها عن سيدي، كان في البداية القصب يجيبوه عن طريق القطار عن طريق مصر. شوية شوية تطورت الأجواء الأمور عندنا، فتحنا محل في 96 في الشجاعية. وأثبتت الدراسات والأبحاث العلمية مدى أهمية عصير القصب للإنسان، حيث يعمل على تحسين المزاج وتخليص الجسم من السموم وتنشيط وظائف الكبد والكلى. طبعاً عصير القصب السكر فيه فوائد كثيرة، فوائده كثيرة كبيرة للإنسان، بتساعد اللي عنده حصاوي، عنده أملاح، عنده مشاكل في الكلى، عنده في الأمعاء، المثانة، الأطفال الصغار اللي عندهم اللي هو الرجان برضه بساعد كثير للشفاء، والشفاء من عند ربنا طبعاً. بس العصائر الطبيعية مفيدة كثير، وزيت عصير القصب. فالناس بدأت تتجه للمشروب هذا إما إلى العلاج أو للتذوق، لأنه مذاقه يعني رائع. يمتاز مشروب قصب السكري باحتوائه على فوائد صحية مذهلة، فكأس واحد يمكنه أن يصنع الكثير داخل جسم الإنسان، وهو ما جعله محل حب من الصغار والكبار. لبرنامج إخباريات، محمد بعلوشة، قطاع غزة.